Facciamo справу с террористами. У них дві мішини. لقد حذرناك يا زيلينسكي من أن روسيا لم تبدأ بعد بشكل جدي وحقيقي بالعمل، لذا توقف عن العويل والاشتكاء كشخص مغفل، بل من الأفضل لك الفرار. اركض باتجاه الغرب دون النظر للخلف. الآن أصبحت راضياً 100% عن سير وتنفيذ العملية العسكرية الخاصة.